على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية على تقارير التقييم المالي لكل من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات سيدبك والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين إيثيتكو والمعدة من قبل شركة بيكريتلي للاستشارات المالية المستشار المالي المستقل. قالت الشركة في بيان البورصة المصرية اليوم الثلاثاء إنها في انتظار تقرير مراقب الحسابات لاعتماد التقارير، وذلك تمهيدا لتنفيذ عملية الاستحواذ. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن معامل مبادلة للأسهم بين الشركتين بعد الاعتماد والموافقة اللازمة. وكانت سيدي كرير قد اعتمدت في مارس الماضي دراسة القيمة العادلة للشركة المعدة من قبل شركة بيكريتلي للاستشارات المالية. وفي الإمارات أعلنت شركة الدار العقارية والشركة العالمية القابضة ومجموعة إدنك عن دمج أعمالها بمجال إدارة العقارات والمرافق ضمن منصة الدار للعقارات. وبموجب صفقة الاندماج ستصبح الشركة العالمية القابضة ومجموعة إدنك للمستثمرين استراتيجيين في الدار للعقارات بنسب متساوية، مع احتفاظ الدار بحصة الأغلبية من أسهم المنصة المندمجة. ووفقا لبيان شركة الدار العقارية على سوق أبو ظبي المالي، ستصبح مجموعة التزام لإدارة الأصول العاملة في إدارة العقارات والمملوكة بشكل مشترك من قبل العالمية القابضة وأدنك جزءا من منصة الدار العقارية. وسيزيد حجم محفظة المنصة من العقارات السكنية المدارة بعد الاندماج من 77 ألف وحدة إلى نحو 135 ألف وحدة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية رئيسية بمساحة إجمالية تتجاوز 1,000,000 متر مربع، وعقود إدارية ومرافق بقيمة تقدر بحوالي 2,500,000,000 درهم. وفي بيان آخر أعلنت الشركة العالمية القابضة إن شركة IHC Real Estate القابضة التابعة لها ولمجموعة أدنك قد وقعت اتفاقية نهائية مع شركة الدار العقارية بخصوص دمج شركة التزام لإدارة الأصول المملوكة بنسبة 50% لشركة IHC Real Estate القابضة مع شركة الدار العقارية أو دار العقارات التابعة للدار العقارية. شهد سوق أبو ظبي المالي اليوم الثلاثاء تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة الوظبة الوطنية للتأمين بقيمة 14,000,000 درهم. ووفقا لبيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على 3,500,000 سهم من أسهم الوظبة الوطنية للتأمين، لما يعادل 1.7% من أسهم الشركة. إلى ذلك، أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن تدشين المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في منطقة ورسان بتكلفة 4 مليارات درهم، وستوفر هذه المرحلة 220 ميجا وات في الساعة من الطاقة المتجددة تكفي ل 135 ألف وحدة سكنية بعد معالجة 2,000,000 طن من النفايات سنوياً من دون تأثيرات بيئية. قال الشيخ حمدان في تصريحات له إن هذا المشروع يرسخ ريادة دبي في مجال استدامة البيئة وتبني أحدث التقنيات والابتكارات من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة. أفق مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي بذلك. ويهدف المجلس إلى تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظاً على مسار تطور الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية وأيضاً المالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر. اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الإلكترونية بين المسجلين في الدولة لضمان تحقيق الامتثال بين كافة دافعي الضريبة وعدم تسرب الإيرادات، حيث يسعى القرار إلى تطبيق آلية الاحتساب العكسية المحلية الإلزامية الذي من شأنه ضمان التطبيق الأمثل للضريبة، وبما يحقق مصلحة كافة الأطراف ذلك للأجهزة الإلكترونية من الهواتف المحمولة.